البنات، كيف داير لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بواحد الموضوع جديد، الوغ موضوع شيق وواعر بزاف البنات وغادي يفيدكم. جيت اليوم نهضر لكم على الطريقه كيفاش نحيدوا الفيرجيتور وكيفاش نحيدوا السيلوليت ونحيدوا حتى دوك الحروق ودوك الجروح اللي كيكونوا عندنا في الوجه ديالنا، ولكن البنات القدام ودوك التراس ديال الحبوب القديم اللي كيبقى زرق في الوجه او لا في شي منطقه اخرى في الجسم، ولكن القديم كيف ما قلت لكم. انا جيت لكم اليوم بواحد التقنيه، هي نورمالمون واحد التقنيه اللي هي سهله بزاف. الوغ دابا مؤخرا ولينا كنشوفوا وكنسمعوا بالديرما رولر، الا كنتو كتسمعوا بها كاينه الديرما رولر وكاينه الديرما بين. الوغ انا اللي عندي دابا الديرما رولر، خديتها حيت هي عمليه اكثر. الوغ شنو الفرق ما بين الديرما رولر والديرما بين؟ الديرما رولر كتجيني انا عمليه اكثر. علاش البنات؟ لحقاش فيها هذا كتشد بالايد وكتجي ساهله فاش كنبغي نطبقها على الجلد ديالي. ديرما بين هي دايره بحال واحد القلم ولا ستيلو، كتخدم كتيليشارج بالضو، فيها غير ماشي بزاف ديال لي باري وكتاخذ داك الوقت وخاصك تبقاي تشارجيها في الضو. المهم غادي تكثر عليكم بزاف ديال الحوايج. انا فضلت ناخذ ديرما رولر. ها هي بعدا باش تعرفوني علاش كنهضر. هذه هي ديرما رولر البنات، راه ديجا غتكونوا يا اما عارفينها يا اما سامعين بها يا اما شارينها. المهم الناس اللي ما عارفينهاش، انا اليوم ان شاء الله غنهضر لكم عليها، غادي نقول لكم بكل صراحه التجربه ديالي معاها، واش صلحات ليا ولا ما صلحاتش ليا، وغادي نقول لكم حتى الطريقه ديال الاستعمال كيفاش نستعمل هاد الديرما رولر على الجسم ديالي، على المنطقه اللي عندي هي كتستعمل الوجه اليدين الرجلين، يعني اي بلاصه في الجسم ديالك. لحقاش انايا هنايا في هاد لابواط هادي عندي كل منطقه وعندها البلاصه ديالها، بحال مثلا لي سيرن، انا كتخديتها البنات على قبل لي سيرن. مثلا لي سيرن عندهم واحد الشفرات اللي هما رقاق، مثلا الجسم مثلا الافخاد وداكشي حتى هما عندهم واحد الشفرات ديالهم اللي هما شويه كبار. مهم كل منطقه في الجسم عندها الديرما رولر الخاصه بها. الوغ البنات اليوم غنشرح لكم كيفاش تستعملوها وكيفاش بعد اول حاجه فاش تشريو هاد الديرما رولر. البنات ما تتوقعوش من اول مره غادي تعطيكم المفعول، راه ما يمكنش. يعني اي برودوي ضروري خاصنا تندو نداوموه كيف ما كان هذا البرودوي، سواء يعني كيف ما كان، يعني مع المداومه مع المده كيعطيكم نتيجه. انا باش نقول لكم شحال ديال المده باش عطاتني النتيجه، انا درت على قبل فيرجيتور والسيلوليت حتى البنات كنت غلاديت و راكم عارفين الفيرجيتور داكشي. الوغ هذا الديرما رولر بدات كيبان ليا شويه ديال الفرق شهر وشهر، كندير نهار اه نهار لا، نهار اه نهار لا. الوغ البنات بالنسبه للوجه ما كدارش نهار اه نهار لا، تدار مره في 15 يوم، ولا تقدري ديريها بشكل مخفف مره في السيمانه. لحقاش انا غنوريكم كيفاش، يعني ملا كنتو دايرينها للوجه ديالكم كيفاش توقيو وجهكم من الشمس. لحقاش كتكون الجلده ديالكم رهيفه وكتكون يعني مهلوكه بديك الديرما رولر. الوغ خاصكم واحد حتى لا خرجتو بنهار ديروا الكاسكيت وديروا ليكرون، يعني غادي ديروها بواحد الطريقه كل ساعتين تجدوا ليكرون ديالكم. لحقاش هادشي ما معاش اللعب. الوغ بغيتي تستخدميها غادي تبعي التعليمات تبعي النصائح باش يكون تكون الريزولتا 100%. الوغ البنات ما تنساوش دائما تشتركوا في قناتي تشجعوني، تفعلوا الجرس باش نبقى نبارطاجي معكم دي شوز اللي انا يعني ديجا جربتهم واللي عارفه عليهم، نقدر ننفعكم بهم. يعني انا نوريكم بعدا كل شفره من الشفرات اللي خديت، انا عندي ثلاثه. المهم هاد الباكي هادي كيجيو فيها 3، شفتوا؟ الوغ انا عندي ثلاثه، انا نوريكم ها هما هادو، كتجي على هاد الشكل لابواط ديالها، كتجي على هاد الشكل. الوغ البنات هادي اللي فيها، بلاتي نتاكد من لابواط، فيها 0.5 هانتوما شوفوا معايا ديال لي سير، فيها 0.5 شفتوها؟ هذيك 0.5 هي هاد الرقيقه البنات، هي هادي، هي هاد الشفره الرقيقه هادي ديال لي سير، يعني مختصه بلي سير. 0.5 كافيه لتحت العين. الوغ بالنسبه لهادي البنات، ها هي الطويله اللي دايره فيها انا هذيك القبضه ديالها، نشوف شحال فيها. هذيك البنات ديال لابو ديال الوجه فيها 1.  ها انتم شوفوا، يعني فيها 1 ملم. هذيك الوسطانيه،
الثالثه البنات فيها واحد ونص، هذيك واحد ونص شوفوا كيفاش بعدا لاش دايرينها، دايرينها يعني الجسم ديال لو كور ديالنا كامل الوغ واحد ونص. الوغ هاد القياسات هادو كافيين. تحت العين غادي ندير 0.5، الوجه ديالي العنق ديالي غادي ندير واحد، و لابو ديالي كيف ما قلت لكم الفيرجيتور سيلوليت غادي ديروا واحد ونص. الوغ هنايا راهم معروفين. الوغ هنا هاد البلاصه هادي ديالاش، هاد البلاصه خاويه ضروري البنات قبل الاستعمال ديال الديرما رولر، ضروري البنات ما كنديروا معقم كيف ما كان هاد المعقم، المهم يعقم لنا الشفرات. علاش؟ لحقاش انا فاش كنابليكي الديرما رولر على سواء على لابو ديالي سواء على تحت العين سواء في اي بلاصه، يعني لابو ديالي بكل يعني لابو ديالي اون جينيرال ضروري كتكون معقمه، باش انا فاش كنابليكي هاد الشفرات هادو تيدخلوا ديالي في الجسم الداخل. الوغ فاش كيدخلوا راهما دايرين بحال لي باري، كاينين بعض الناس كيديروا داك المخدر، مخدر موضعي يعني عنده غير واحد الوقيته وكيمشي. علاش؟ باش ما يحسوش بدوك الوخزات الصغيورين في الجسم ديالنا. لا البنات انا ما كنستعملش داك المخدر، كنخاف صراحه، ما كنبغيش ندير شي حاجه اللي انا عمري ما جربتها، كنخاف على راسي، ما كنديرش داك المخدر، كندير فقط المعقم وكن ابليكي الزيت اللي غيجي ليا مع البشره. مثلا البنات انا عندي الفيرجيتور، الا كان عندي الفيرجيتور غادي ندير زيت ارغان اللي كيصلح للفيرجيتور ديك المنطقه اللي عندي فيها الفيرجيتور، وصافي كنكون ديجا معقمه الشفره ديالي وكنبدا نابليكي. مهم انا بغيت الزيت ارغان يدخل ليا في الجسم الداخل باش نستافد منه حيت فيها الفيرجيتور. الوغ بالنسبه للسان، بالنسبه للسان كاين زيت الورد، كاين زيت اللوز الحلو كيف ما قلت لكم، خذوا الماركه ناتور سوان البنات راها غزاله غزاله في هادشي ديال التجميل واعره. خذوا ناتور سوان اللي عندها لي سيرم في حالي، دير سواء زيت اللوز الحلو سواء زيت الورد، مهم راه كاين زيت القمح، مهم سولوا على شنو كيدار لي سيرم. الوغ انا بغيت ديك تحت العين ديالي يستافد من داك الزيت، اشنو غادي ندير؟ غادي ناخذ الشفره ديالي اللي هي كيف ما قلت لكم 0.5 اللي كتصلح لي سيرم، او غادي ندير ليها نركب ليها القبضه ديالها. ها هي، او غادي نكون ديجا البنات معقماها وغادي نبدا نخدم. الوغ البنات انا نوريكم دابا الطريقه كيفاش غادي نعقم هاد الشفره هادي وكيفاش غنابليكيها. غنحط بعدا الزيت اللي كيصلح ليا لاسيرم وغادي نبدا نابليكي. جبت المعقم ديالي ها هو. مهم كنستخدموا اي حاجه عندنا فيها الكحول كيف ما كانت البنات، المهم تكون معقم، يكون معقم وصافي، يعني غادي يقتل ليا ديك البكتيريا اللي عندي في الشفرات. الوغ كن انا غنوريكم كيفاش غنحط المعقم في هاد البارتي هادي اللي عندنا. مثلا هذا هو المعقم، هذا هو المعقم وهذه هي البارتي اللي غنحط فيها. الوغ كنكبو فحال هكذا صافي، وكنحط لو جيل ديالي وكنشد الشفره ديالي وكنبقى ندير فحال هكذا باش يعني باش يدخل فيها داك سميتو داك لونتي باكتيريا وتعقم ليا دوك الشفرات باش ما يكون عندهم حتى شي ضرر على الجسم ديالي. شفتوا البنات صافي انا عقمتها دابا، ها هي واجده دابا. غادي نابليكي دابا الزيت على لابو ديالي، مهم على المنطقه اللي عندي فيها المشكل اللي هي هذه كيف ما قلت لكم هذه ديال لاسيرم، وغادي نوريكم كيفاش غادي نطبق. انا دابا غنبدا نوريكم الطريقه ديالي كيفاش كنطبقو على لي سيرم ديالي وكيفاش كنخدم بها. الوغ من بعد ما عقمتها غادي نجيب زيت اللوز الحلو كيف ما قلت لكم ديال ناتور سوان، وغادي نديرو في لي سيرم ديالي. الوغ غادي نطبقو اولا على يدي وغادي نوريكم، وغادي نطبقو تحت العين ديالي. بحال هكذا صافي. من بعد ما حطيت الزيت ديالي غادي نطبق دابا الشفره على لي سيرم ديالي. شوفوا الطريقه كيفاش البنات تحت العينين وغير بشويه، يعني هاد البلاصه حساسه بزاف. الوغ حنا شنو لا يعني شنو باغيين هاد الشيء غير داك الكولاجين يعاود يتحفز لينا وي زعما ويعاود يتنتج لينا تحت العين كومسا باش كنتغلبوا على دوك الهالات السوداء. الوغ البنات شوفوا بحال هكذا الطريقه، راه ما كاينش شي الام اللي هو كبير،
شوفوا البنات هاد البارتي هادي كتبقاو غاديين جايين هاد البارتي هادي ديال التجاعيد. انا ديجا ما عنديش تجاعيد ولكن عندي الاعصاب. الوغ كنمشي هكذا. الناس اللي عندهم الزرقيه فوق العينين يطبقوها. انا ما عنديش الزرقيه فوق العينين، عندي غير تحت العينين. الوغ هذه هي الطريقه باش كنديروا الديرمارولر تحت العين طب 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 طب، يعني ماشي بشي طريقه اللي هي بحال هكذا. هذه هي الطريقه البنات. الوغ هذه حيت منطقه حساسه بالنسبه لابو، يعني كنفوتو تحت العين وكنمشيو مثلا لابو ديالنا اللي هي عاديه هنايا وهنايا وهنايا. نوريكم ثاني عاوتاني الطريقه بنفس هذا. كنحيدو غير هذيك القبضه اللي كنستعملو، ها هي حيدتها، وكنمشي مثلا لابو ديالي. اشنو بغيت ندير في لابو ديالي؟ شنو الحاجه اللي عندي مشكل في لابو ديالي؟ البنات خذوا زيت اللوز الحلو راه زوين للبشره، وزيت الورد حتى هو زوين. الوغ انا نطبق هذا زيت اللوز كيف ما قلت لكم، ضروري نعقمو ديك البلاصه اللي وريتكم البنات. صافي ديجا ها هو تعقم ليا، ونبداو كيفاش الطريقه. ها هي الطريقه البنات، هنا كتبقاو تحسوا بدوك الوخزات ديال الابر. علاش البنات كتحسوا بهم؟ لحقاش هنا زدنا ديجا كانت عندنا في لاساغن كان عندنا 0.5. هنايا هذه ديال لابو ديال الوجه فيها واحد، يعني الطول ديال الابره 1 مليمتر. الوغ غادي تحسوا بالوخز، ولكن ماشي داك عاوتاني داك الالم الخطير اللي ما تقدريش تحمليه. لا يعني اكسبتابل، تقدري تحمليه. البنات اللي عندهم هاد العيبه هاد الشقه هادي حتى هي ديال التجاعيد، كننا هكا حتى هي كندوزو عليها هكذا. المهم انا راه كنحس بشويه الالام ولكن ماشي مشكل. هذه هي الطريقه البنات، فوق الانف اي بلاصه البنات، اي بلاصه عندكم فيها المشكل، ولكن غادي تصبروا شويه لحقاش كتحسي بالوخزات، ولكن ماشي شي حاجه اللي ما تقدريش تصبري عليها ولا تقدري ديري عليها تخدير موضعي. انا مع البنات ما كنبغيش انا ندير شي حاجه لوجهي ولا لابو ديالي شي حاجه اللي انا ما داخلاش هي العقلي. يعني هذا واحد الالم اللي اكسبتابل نقدر نتحمله، علاش غادي نمشي ندير انا تخدير موضعي؟ ما عرفتش كنخاف. المهم انا كنخاف على راسي. كاين بزاف ديال البنات كيستعملوه، عاد كيستعملوا هاد الديرمارولر. المهم كيبقى لكم الاختيار نتوما ولا وعلاش قدرتو. الوغ هذه هي الطريقه. صافي البنات بعدا غادي نقول لكم واحد القضيه، كتبقاو تستخدموا هاد الطريقه هادي لمده ديال 15 دقيقه. كاينين البنات اللي تيخرج لهم الدم من وجههم، هذا ماشي شي حاجه خايبه، بالعكس خرج لك الدم من وجهك يعني الشفره وصلات لك للطبقه الاخرى ديال الجلده ديالك. الوغ الكولاجين كيتحفز بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف، الا خرج لك الدم راه ماشي شي حاجه خايبه، بالعكس غير هو خاص كيتعقمي. الا خرج لك الدم تعقمي لابو ديالك مزيان، يعني ديري اللوازم وتحافظي على البشره ديالك. الا خرجتي للشمس ديري الايكرون سولاي ديال الشمس، يعني ما تفرطيش في راسك لحقاش البشره ديالك مهلوكه بهاد الديرمارولر عفوا، وكتبقاي هي اصلا يعني صافي، يعني الاخر ديالها هو هذاك يعني الجلده ولا ترهيفه بواحد الدرجه ما كتصورش. الو خاصك تحميها من الشمس كل ساعتين. الا كنتي خارجه ليكرون ديري اول حاجه نضاضر على لي سيرن، ثاني حاجه الكاسكيت ما تخطاكش خصوصا الا درتي هاد الديرمارولر. انا كنحضركم البنات ماشي ديروها تمشيو تعرضوا لاشعه الشمس وتقولوا لي لا راه خرجتي علينا راه هادي. انا كنقول لكم انا بريئه، انا قلت لكم غير الطريقه كيفاش تستعملوها، ولكن راه زوينه غزاله غزاله. انا عطاتني النتيجه فاش عرفتها انا زوينه بزاف، بدات كتعطيني النتيجه في الفيرجيتور في الـ فاش غلاضيتها البنات. المهم راكم عارفين الفيرجيتور داكشي، ما عرفتش علاش البنات كيبغيو يغلاضوا، هذه واحد الحاجه اللي خايبه. انا كنت غلاضيت حيت صافي كان الكونفينمون، كنت ما بقيتش خدامه وداكشي جلست في الدار. الوغ راكم عارفين وقيته ديال الكونفينمون كاين الافلام في الليل والماكله، ما نعاودش لكم مشكله ماشي شي ماكله صحيه، الماكله تسقط راكم عارفين. الوغ تما فاش تقولبت غلاضيت، وكيف ما كنعرفوا الغولد راه ما زوينش
الغولد راه كيخسر غير لاطاي، تيخرج الكرش او تيدير الفيرجيتور سيلوليت، كيدير لك بزاف ديال المشاكل اللي انت ما كتقدريش تخلصي منهم بواحد المشقه يعني، وتقدري ما تخلصيش من دوك المشاكل ديال الغولد. الوغ البنات كنصحكم اللي عندها شي طاي صغيوره تبقى عليها، راه الغولد والله ما زوين صراحه، ماشي زوين يعني. راه كنشوف انا بعدا شي بنات راه الكرش الجناب ما عرفتش من باغين يوصلوا، ولكن راه الغولد والله ما زوين، ما بقاش موضه. المهم هذه نصيحه من وزاره الصحه. الوغ نكملوا الموضوع ديالنا. انا دابا غادي نوريكم الشفره الكبيره هذه اللي كدار على الفيرجيتور سيلويت، هذا هو الموضوع ديالنا. الوغ دابا غادي ندير لكم البنات، شريو الا كان عندكم فيكم الفيرجيتور غادي تشريو زيت ارغان طبيعي. شوفوا شي واحد تيدير زيت ارغان طبيعي قلبوا عليه وخذوه من عنده، يكون يعني يكون شي سيد ثقه وداك الشيء. الوغ داك زيت ارغان كتطابيه على البشره ديالك على البلاصه اللي عندك فيها الفيرجيتور، الوغ وكتبقاي طابي بحال هذه الطريقه هذه. المهم انا غادي نوريكم على ايديا واحد القضيه البنات، دير مارولر ما كداش غير الوجه ولا بو صافي، كدير حتى للشعر. الناس اللي عندهم تساقط في الشعر انا غنوريكم الطريقه. المهم البنات اللي عندهم الفيرجيتور والسيلوليت هذه هي الطريقه. انا زيت البلاصه شفتوا كتلمع البلاصه مثلا اللي عندي فيها المشكل. الوغ هذه هي الشفره الكبيره اللي فيها 1.5، بغيت نتاكد فيها 1.5 مليمتر عفوا. انا غنوريكم الطريقه، كتبقاو ديروا عاوتاني بحال هكا. هاي كتوعد هذه شويه لحقاش كيما قلت لكم البره ديالها شويه. هذه الطريقه صافي، ديك البلاصه كتبقاو يعني كتبقاو غادي جايين عليها غادي جايين عليها حتى كتولي حمراء البنات، حتى كتولي حمراء. فاش كتولي حمراء عرفوا ان الكولاجين، وكتبقى تعطي بحال واحد حراره في الجسم، فاش كتعطي ديك الحراره عرفوا بان الكولاجين كيتحفز ديك الوقيته وصافي. يعني راه العمليه هي هذيك يعني صحيحه كيفما قلت لكم. المده ديال الاستعمال ديالها كنقدروا نديروها مره في السيمانه ولا مره في 15 يوم، نتوما والحاله ديالكم. الحاله ديالكم خاصها بزاف ديال الوقت وخاصها ديروا مره في السيمانه باش تربحوا شويه الوقت. الحاله ديالكم يعني صافا صافا غادي ديروها البنات غير مره في 15 يوم كافيه. البنات كيفاش غادي ندير دير مارولر في الفروه ديال الراس ديالي؟ ها نتوما هذه اللي فيها 1 مليلتر اللي درتها في الوجه ديالي، ماشي اللي ديال تحت العين، اللي درتها في الوجه ديالي غادي نديرها في الفروه ديال الراس، هي اللي غنستعملها. البنات التعقيم ثم التعقيم ثم التعقيم ضروري ضروري، لحقاش راه هي كنديروها في الفروه ديال الراس وفي الوجه ديالنا، يعني ماشي شي حاجه اللي يعني واحد الحاجه اللي مهمه، يعني ما خاصنيش انايا نتغاضى على هاد الحوايج وما ننسى ما نعقمش ولا. الوغ تختاروا الزيت اللي زوين، انا ننصحكم بواحد الزيت زيت شجره الشاي واعر ما عندي ما نقول فيه. اول حاجه هو معقم مطهر لفروه الراس، كيحيد القشره، كيحيد مثلا الكزيمه اللي عندك في الراس، كيحيد واعر واعر البنات، غير الريحه ديالو منعشه يعني مجهده. عرفتي دابا من درت هذيك الدير ما عرفتش كنحس بوجهي هذاك الكولاجين بدا كيتحفز، واخا درتها شويه يعني غير باش نوريكم، ولكن وحق الله العظيم الا شوف الوجه ديالي كنحس بيه كيتفاعل مع داك الديرما، مع ما بقيتش درتها لوجهي كنت كنديرها غير لابو ديالي. مهم البنات زيت شجرة الشاي واعر الفروة ديال الرأس، هو أصلا كينبت الفروة ديال الرأس. أنا ديجا كنت خديته من ناتيغي سوان، خديته بحال هاد التيب هادي، ولكن قلت نديرو هكا باش كيسهل عليا المأمورية وباش نوريكم الطريقة. ألوغ ها هو الزيت ديالنا خديناه مثلا، ألوغ أنا غنوريكم الطريقة ديال الإستعمال ديالو على الرأس. كندير بحال هكدا، الوغ ها هو الزيت طبقته على الشعر ديالي ياك، غادي نشد هاد الديرما رولر وغادي نبقى ندير بحال هكذا. البنات اللي قرعين اللي عندهم تونيا عندهم، مهم راكم عارفين كتشدوا هاد العيبه، كديروا الزيت هو الاول فاش تلقى فين تمشي، كديروا هذا كتشدوا هاد العيبه هادي ديال الديرما وكدات كتبقاو غاديين جايين بحال هكا. هادي هي الطريقه، بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا بحال هكذا. المهم 15 دقيقه البنات ما تفوتوهاش. هذه هي الطريقه ديال الديرما رولر، طريقه صحيحه صراحه. حاولت نجمع لكم من
من زعما من اي بلاصه من غير التجربه ديالي، حاولت نجمع لكم اراء الناس، حاولت نجمع لكم كيفيه الاستعمال الصحيحه باش ما يكون حتى شي غلط. يعني تاخذوا لا غوسيت كيف ما هي صحيحه 100%، ما تحتاجوش تقلبوا في بلاصه اخرى. الوغ انا وريتكم ديال لي سيرل وديال الوجه وديال لابو وديال الشعر حتى هي. البنات هادي واعره طوب، انا كليكم غنبقى نبارطاجي معكم الحاجه ونقول لكم واش زوينه ولا ما زويناش. انا من عندي البنات غير خذوها، زوينه بزاف، كت هذا يعني كتنفع الجسم ديالنا، غزاله بزاف، كتساعد على داك الفيرجيتور يحيدو. الوغ كاينين بزاف ديال الناس كيمشيو يديروا جلسات عند اطباء، ماشي اطباء، دوك دوك اللي كيحقنوا الفيلر دوك، المهم كتكون استيتيك شي حاجه، المهم كيمشيو عندهم كيخسروا فلوس. يعني اللي هما الصدمه، راه كل حصه راه كتقدري تحطي فيها 2000 درهم. انا كنت سولت واحد السيده، المهم حتى هي عندها كابيني ديالها وداكشي، قلت لها سولت على الفيرجيتور، قلت لها زعما كم كوا شحال تقدري تصايبي ليا الحصه، قالت لي 2000 درهم. الوغ 2000 درهم الحصه وحده، وانا خاصني ندير شي 3 ولا 4 حصات، حسبوها شحال غادي تجي. الوغ واحد الحاجه اللي يعني ثمن باهظ. والمشكله كيديروا معاكم نفس التقنيه، غير هما شنو كيكون زايد عندهم، كيكون زايد عندهم شي برودوي، شي حاجه جايبينها خاسرين عليها. الوغ هذيك انا نستعمل زيوت طبيعيه وميم طون شي حاجه اللي هي يعني ماشي مضره بالصحه. زيوت طبيعيه زائد ديما رولر اكيد غتكون النتيجه واعره واعره بزاف. البنات المداومه المداومه المداومه، ما تسناوش تعطيكم النتيجه من النهار الاول، ولا ضروري تداوموا البنات باش كتلقاو ديك النتيجه اللي نتوما النتيجه المرضيه واللي نتوما بغيتوها. بالنسبه للفيرجيتور يعني شحال ديال النسبه حيدت لي 70% ديال الفيرجيتور. الوغ البنات كنصحكم بها طوب زوينه، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم. دائما بغيتكم تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس باش نبقى ندير لكم دي فيديو فحال هكا نفيدكم بهم. الوغ السلام عليكم وبيانتو ان شاء الله، باي باي.